ورح نرجع لارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية يلي صار حديث المواطن اليومي، فمع بداية كل يوم عم يكون في سعر جديد للسلعة، والأسوأ أنه لم يعد سعر المنتج نفسه واحد، فهو مختلف بين متجر ومتجر وبين منطقة وأخرى. يعني ما في شيء ارتفع رجع نزل سعره تماماً. هاي من عندي عم قلك ومن عند كل المشاهدين اللي رح يرجعوا يتصلوا على الأرقام اللي عم تظهر أسفل الشاشة لحتى نفتح باب الاتصالات والحديث العلني. حديث اليوم هو القلق من ارتفاع الأسعار مع بداية استقبال شهر رمضان المبارك يا مشلين. شو هي طرق ضبط الأسعار وحماية المستهلك، وكيف بيتم تطبيق الإجراءات من قبل مديرية حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية؟ كل هالمعلومات رح نعرفها مع مديرية حماية المستهلك الأستاذ علي الخطيب يلي صار معنا مشكوراً. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. أهلا وسهلا، الله يسعدكم ويعطيكم العافية، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. وأنت بألف خير أستاذ علي، شرفتنا بوجودك معنا لليوم. يعني بتخيل إنه الاتصالات لازم تكون كثيرة، ما في مشكلة، هيك بتخيل الكل عم يشكي من ارتفاع الأسعار. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ومثل ما ذكر ورد، يعني التخوف الأكبر هو ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر المبارك. امبارح الظهر تقريباً أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 8 لعام 2021 طبعا لحمايه المستهلك، لضبط الاسعار، منع الغش والاحتكار. اذا فينا نعرف شويه تفاصيل مختصرا عن هذا المرسوم. طبعا المرسوم مثل ما تفضلتي صدر امبارح، كان يعني هو خاص بعمل بحمايه المستهلك. كان في عندنا قانون نحن رقمه 14 لعام 2015، طبق تقريبا بحدود 5 سنوات 6 سنوات، لا يعني ظهر من خلال تطبيقه بعض المشكلات او الملاحظات او الثغرات، خلينا نسميها، اضافه لامر مهم جدا انه العقوبات التي كانت وارده فيه من يعني بمتن القانون القديم لبعض المخالفات، مو لكل الحياه، يعني اصبحت غير فعالي يعني غير رادعة. نظرا اللي بتعرفوا التطورات الاقتصادية اللي حصلت خلال السنوات اللي مضت، مثلا عندك عقوبة عدم إعلان أسعار أو تقاضي زيادة، إذا واحد أخذ من الثاني زيادة بسعر كان عقوبتها 25,000. أحيانا كنا نصادف مشكلة أنه قيمة الزيادة اللي بتتم أو بالمخالفة تكون أكبر من قيمة الغرامة نفسها يعني. لذلك بقول لك أنا ما بدي خالف، يعني ما بدي صالح عليها. بدفع المخالفة تماما، يعني لو دفع المخالفة بضل هو ربحان، صح؟ تمام. يعني هلأ أنا شو ديتا 25,000 بدفعه وضل ربحان. يعني أحيانا مثلا براد، هلأ بتعرف براد صار حقه ملايين، مبلغ كبير، ممكن ياخذ منه زيادة 200,000 أو 150,000 أو 100,000. هدول لو راح دفع على 25,000 بضل هو الربحان والكسبان، يعني المواطن هون كمان ما بيحسن يحصل على حقه. ولذلك كان لابد يعني انه تعديل هذا القانون، وصدر الحقيقه قانون مرسوم التشريعي الخاص بحمايه المستهلك، شدد العقوبات بما يتعلق بالمخالفات الجسيمه، وخاصه اللي تفضلتي عنها الغش والتدليس والخداع، والمخالفات هي اللي إلها بالنتيجة تأثير على صحة المواطن، صحة المستهلك. يعني كل ما يضر بالمستهلك إن كان بجيبته أو بصحته. هلا المشكلة أستاذي الكريم إنه القوانين حلوة والمراسيم أكيد مدروسة وبمكانة، ولكن تطبيقها على أرض الواقع هو اللي عم يكون في شرخ بيناتها. اسمح لنا نأخذ أول اتصال صار جاهز معنا. مساء الخير منير، مرحبا يا منير. الله يعينك، يسعد مساك ويعطيك العافية يا رب. أهلا وسهلا، تفضل سؤالك للأستاذ. أول شيء مشكور على هالبرنامج الحلو حبيبي، بس نحن تفضل نحن حابين نحن ناخذ من هالبرنامج أو من الإعلام ناخذ كمواطنين نحن، يعني عم نحس حالنا أنه بعد مرات يعني في هيك شوية عتب أنه ناخذ حقنا بهالأمور. السلعة عم نشتريها نحن، يعني ما معقولة نحن، أنا متمنى أنه مثلا حتى لو غليت السلعة، طيب يا أخي خلي هالسلعة غالية لمدة شهرين ثلاثة، بس مو معقول نحن هالسلعة عم تغلى كل يومين ثلاثة من حسة عم تغلى. رح أحكي تمام، عم ننام من فيه منلاقي الأسعار ضاعفت،
صح يا منير؟ بالضبط بالضبط. بعدين لحاكيك بصراحة يعني هلا الإعلام إذا ما بده يكون دوره إيجابي طيب. ونحس إنه وصلنا لنتيجة ما رح نستفيد لحاكيك. طب أنا بس بدي أسألك سؤال يا منير، نحن ليش عم نطرح هالموضوع ضمن برنامج رمضان بيجمعنا؟ ما هو لأنه دورنا نحن نوصل صوت كل الناس، ما نحن من الناس بالنهاية، وارتفاع الأسعار لما عم يرتفع عم يرتفع علينا وعم يرتفع عليكم، فلذلك نحن عم نوصل الصوت والمعنيين موجودين معنا. يعني هلا أنا بتمنى إنه هالسرعة هي ارتفعت، لكن حس عنا إنه ارتفعت لمدة شهر بس شهرين يعني أو شهر بس على المالية، بس مو معقول شيء وصل صوتك يعني. يعني نحن صار معنا الله وكيلك، صار معنا موضوع نفسي أيوة نفسيا يعني ما القصة هيك. فنحن بتمنى من المسؤولين إنه يكون الرقابة جدية، رقابة مضبوطة، رقابة. بعدين لحاكيك يعني نحن ما يكون الرقابة من المصدر، لأنه هذا تاجر المفرق يعني كل واحد عم يحط الحمل صاير على الثاني وما عم نستفيد، وكل واحد عم يحش على الثاني. وصلت الفكرة أكيد، وصلت الفكرة أكيد. وجع منير وجع كل السوريين أستاذنا الكريم، وجعنا نحن كمان يعني من نام من فيه منلاقي الأسعار ارتفعت، بيقولوا لك السوق السوداء، السوق البيضاء، السوق الحمراء، ونحن ما دخلنا كمواطنين. صحيح. طيب نحن كيف بدنا نضبط الأسعار؟ المواطن بهمه بالنتيجة سعر متوازن ومادي يعني بمواصفات جيدة، والإجراءات علينا هي نحن. هلأ نحن خلينا نحكي كمان وقائع، يعني نحن خلال هالعشرين يوم هلأ ما عاد في يعني لاحظنا نحن هدوء بالأسعار إلى حد ما، يعني ما بعرف إذا بتوافقوني الرأي. يعني أنا بخالفك الرأي صراحة. ما بعرف ليش أنا. هلا أنا خلينا نروح نحكي الأمور بمسمياتها صراحة. بمسميات. إذا بتسمح لنا مشلين كمان بتأيدنا أو بتخالفنا. أسعار الصرف بالسوق الموازية أو السوق السوداء عم تنزل. أسعار الذهب عم ينزل. صحيح. نزل على السوق ولا شيء نزل. في أمور مواد. يمكن بس الأمور الدخان وغير الدخان. اسمح لي. لا لا في مواد كتير. مشان نحن كمان نحكي الحقائق. طيب تفضل. نحن وقت ترتفع الأسعار بنقولكم ارتفعت الأسعار. وهذا امر بنعترف فيه، وفي له ظروف وله يعني اسبابه، وكمان بنفس الوقت كل الادوات الكهربائيه بالكامل والمنزليه نزلت اسعارها، طبعا هذا المتعلقه بسعر الصرف الموازي اللي تفضلت عنه انت، اضافه لبعض المواد الغذائيه المستورده. هلا السكر وصل لسعر معين رجع، الرز وصل لسعر معين رجع، يعني نحن في عنا نشره مو نشرة ورقية خلابية وهمية، لا عم ندرسها بشكل واقعي على الأسعار، وعم نحطها بما يتوافق مع التكلفة الحقيقية لكل مادة بعد دراستها باستفاضة كاملة. وفي لجنة مختصة بهذا الموضوع تضم أعضاء من غرف التجارة والصناعة والبنك المصرف المركزي يعني والجمارك. هذا الموضوع معلش يعني أنا وقت بترتفع سعر مادي بقول لك سعر مادي، وهلا في مواد بقول لك ليش ارتفع سعرها، ولكن بالمقابل كمان نحن مشان ما كل واحد يعني ما نظلم حقنا كمان في المواد هلا في استقرار، اذا ما كان في نزول بشكل كبير في استقرار حاليا بسعر الـ وهذا رمضان نحن طيب هذا رمضان تحديدا ما صار فيه هذيك الضوجي والفورة السعرية الكبيرة. طيب نحن اكيد استاذ بدنا نشكرك كثير على هاي المعلومات اللي عم تقدمها، وبنتمنى كمان يعني الحكي اللي عم تقوله فعلا يطبق ويكون مطبق على ارض الواقع، لانه دائما المواطن يعني همومه كثيرة وكل يوم عن يوم عم تزيد هاي الهموم اكثر واكثر. نحن بكل يوم رح نكون معكم، بكل يوم رح يكون في فقرات مشابهة لفقرة الاستاذ علي. بدي اتشكرك كثير لوجودك معنا لليوم، مدير مديرية حماية المستهلك علي الخطيب، اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. يعطيك العافية. شكرا كثير. لقائنا كان قصير بس سيكرر إن شاء الله. كل يومين جاهزين.